ستعرض نفسك للخطر. ما الذي حدث يا تورا؟ هيا نذهب إلى شجرة الصنوبر بسرعة. كيف حالكم جميعا؟ من الأنف ساعدا؟ أنا الناس ملك الطيور. يا سيدي لا تكن أحمقا، انظر إلى هؤلاء الناس كيف يراقبونك. اخرس، فمن تكون أنت حتى تقول هكذا للناس؟ ولكنك ذئب، ألا ترى ذلك؟ أنت ذئب. اخرس، أنا ملك الطيور، سأذهب من هنا. إنكم ترون يا أصدقائي أنه لن يصغي إلى ما أقول. شرشور، ما الذي حدث لزعبون يا شرشور؟ سنان يا إلهي، كنت لا أريدك أن تراه لأستعن بنصائح. يا سنان انصحني، ما الأمل؟ ماذا؟ أنصحك؟ هل زعبور نصف نائم؟ كلا كلا، لقد حدث له شيء ما منذ الليلة الماضية، وأعتقد بأنه سيرتاح، ولكن شيئا ما لا زال يضايقه. عجبا، ماذا حصل؟ هذا غريب. لقد أرسلت في طلب رئيس الذئاب، إنه ذئب وسيعرف سلوك الذئاب، وأتمنى أن يعرف حالته. هيا هيا بسرعة. هيا تعال، هيا هيا تعال بسرعة. هل أنت بخير؟ ماذا جرى؟ إنك متعب. كلا شكرا، فأنا بخير، لقد علمت بكل شيء تماما. انظروا إلي، أنا الناس. يا لك من غبي، أنت عار على العائلة. أطران، أنا أستطيع الطيران، أنا الناس. من العمل؟ ماذا حدث له؟ ماذا سنفعل؟ يوجد لدي احتمال. احتمال؟ احتمال ماذا؟ حالته تذكرني بشيء ما. من المحتمل أن يكون العفريت ممسكا به. أي عفريت؟ هذا خيالي، فالعفريت ليس له وجود. هذا صحيح يا جماعة. كلا، أرجو أن تسمعوا حكمة الكبار، فلقد رأيت قوة العفريت بعيني في يوم ما. قوة العفريت؟ هذا صحيح. في أحد الأيام كنت خارج الغابة، بينما كنت أسير على صخور الجبال، سيد جرجور، فأنت قد ذكرت قوة العفريت، ولكن هذا هو خفاش. اخرس، فإن للخفاش قوة العفريت، لذلك يجب أن يعتني الخفاش بزعبور. ماذا؟ ربما تتحسن حالته، فقد سمعت سابقا أن للخفافيش قوة العفريت، وإنها سرعان ما تطير. وهل يجب أن نقتل خفاشا واحدا من أجل أن يتحسن زعبور؟ أو يجب أن نقتل كل الخفافيش يا سيد جرجور؟ كلا، ليس جميعها، ربما أن واحدا أو اثنين منها يجب قتلها. أجل، فهذا صحيح، وماذا سنفعل؟ هيا لنبحث في أعماق الغابة عن الخفافيش ونقتلها. حسنا، هيا لنذهب، هيا. شرشور، فرفور، أنا الناس. لنتوقف الآن، فلا فائدة من هذا. ولكن يا شرشور، إذا كان هناك خفاش واحد محلقا فإنه سرعان ما يمسك بنا. هذا صحيح. ها؟ ها؟
الآن هذا سيشفي جرحك، إنه سيؤلمك قليلا. هذا خفاش. الخفاش هو قوة العفريت؟ وهل هذا صحيح يا أبي؟ بعض الناس وبعض الكتب تقول هذا، ولكن الحقيقة غير هذا بالتأكيد. إذن لماذا يتصرف زعبور هكذا يا أبي؟ سلال! أوه، هل أتيت معي يا سيد رحمون؟ فالدكتور بحاجة إلي. ما الذي حدث؟ سميرة أمسكت خفاشا. ها؟ خفاشا؟ انظروا إلى هذا الخفاش. هو قوة العفريت، وقد أمسك بزعبور وجعله مجنون. مستحيل. اخرس، أعطنا الخفاش حالا، ونحن الذين سنقتله. كلا، أرجوكم لا تقتلوه. نحن سنقتله أو إنه سيقضي على كل سكان الغابة. أنا صحيح صحيح. كفى، اسكتوا، التزموا بالهدوء. وأنت يا جرجور. أهو إنني أنتظرك يا سيد رحمون، لقد اختلطت علي الأمور. أعرف ذلك، فإنهم قد صدقوا ما تقوله الأسطورة الكاذبة. ماذا؟ أسطورة؟ إنك تتكلم وكأنك تعرف كل شيء، ولكن هل تعرف سببا لتصرفات زعبور؟ طيب فأنا هل تستطيع ذلك؟ هيا يا رحمون أخبرني. هيا خلو أمرك، أعطنا الخفاش. اعطني الخفاش، لا يجوز أخذه. لماذا؟ من المستحيل أن يكون للخفاش قوة العفريت، فهذه إساءة، وربما كان زعبور مريضا. نعم مريض، أخبروني أي نوع من المرض هذا. إنني طبيب منذ زمن بعيد، ولكني لم أصادف مرضا كهذا ولم أسمع عنه شيئا. بالطبع إنك لم تسمع ولم ترى، لأنه ليس مرضا بل عمل الخفاش. شرشور، فرفور، اقتل الخفاش. ولكن ليست لدي شجرة كافية. جبناء، أنا سأقتله بنفسي. أرجوك لا تفعل. لا تكن متحورا. أنا سعيدة لأنه لم يقتل. لقد سمعت حديثكم كله، وأنا لم أقصد التجسس عليكم. إن هذا ليس من عمل العفريت، كما إنه ليس مرضا. هل من الممكن أن تعرفنا باسمك؟ المعذرة، أنا اسمي نرنور. صدقوني إنني الشخص الوحيد الذي يستطيع معالجته. اخرس فأنت مغفل. طيب لا تكن عصبيا، وانظر ما سأفعل. أنا ماذا؟ أين أنا الآن؟ لقد عاد إلى رشده. يا للمعجزة، إن له قوة خارقة. كلا كلا كلا، إنها ليست معجزة، وليس لي أنا أي قوة خارقة كما تتصور أنت. ولكنك عالجته وأشفيته من حالته بسرعة. كلا، أنا فقط هدأت عفريت هذه الغابة في نفسي. عفريت الغابة؟ أجل، عفريت الغابة. ما الذي يحصل؟ الغضب، غضب عفريت الغابة. تريد أن تقول بأن هذا شيء مستحيل؟ لا، فأنا فقط أردت. طيب، فقد فهمت قصدك. على كل حال، إن له الآن قوة خارقة. يا إلهي، إن جرجور أكد أن للخفاش قوة العفريت. يا لها من قصة خيالية. إني أخاف من الخفاش. يا لك من جبان، يجب أن لا تخاف من الحيوانات. ميمي، ميمي. بابا. ميمي، شيء مرعب. ماذا؟ شيء غريب قد حصل لجدتك يا ميمي. لجدتي؟ وما الذي حصل لها؟ سأشرح لك ذلك فيما بعد، فاذهبي وأحضري الدكتور نعمان. يبدو أنك لا تصدق أن في هذه الغابة عفريتا. طبعا أنا
أصدق ذلك. ونحن أيضا نصدقه. طيب فأنتم واعون إذن، فلو أصبح كل شخص واعيا فلن يحدث هذا ثانية. على كل حال أنا سعيد جدا جدا. زعبور قل له شكرا. أجل شكرا جزيلا لك. لا شكر على الواجب، لم أفعل سوى ما أمناه علي ضميري وربي. ماذا؟ إذن لقد أسعدك العناية الإلهية لإنقاذ زعبور. في الحقيقة أنا مسخر لخدمة الناس ومساعدة الضعفاء. ماذا؟ أنت مسخر لخدمة الناس؟ على كل حال فهناك وباء سيحل هنا. وباء؟ ما الذي تعنيه بذلك؟ الذي أعنيه دكتور نعمان. ها؟ دكتور نعمان، حدث شيء غريب لجدة ميمي. ماذا؟ جدة ميمي؟ مين لكم من خبثاء كي تنادوني بالجدة وأنا فتاة في الخامسة عشرة؟ جبنة جبنة جدتي. شيء غير معقول أن تقولي لجدتي ثانية، شيء غير معقول أبدا. لقد آذتني، ما الذي حدث؟ شيء سخيف، كلكم تنادونني بالجدة. ماذا حدث؟ منذ أن استيقظت وهي بهذه الحالة وكما ترى. ماذا سنفعل؟ أبي أليست حالتها تشبه حالة زعبور يا أبي؟ إنها نفس الحالة. طيب على كل حال دعيني أفحصك. هيا. لا تلمسني، أنا لست مريضة وأنت رجل عجوز وخرف. إنها تدعوه بالعجوز. أرجوك أن تعالجها يا دكتور نعمان. ماذا بك يا دكتور؟ كن واثقا بنفسك يا دكتور. يبدو أن نرنور على حق، ربما هذه من أعمال العفريت. لا تكن ساذجا، فإنها مجرد خرافة، أرجو أن تكون واقعيا يا دكتور نعمان. ولكن يبدو أن العفريت قد غضب ثانية. سيد نرنور، أنا سأعالجها، دعوني أنظر. أعذرني يا أخي، فمن تكون أنت؟ هذا الرجل الوسيم بعثته العناية الإلهية لإنقاذ سكان هذه الغابة. ماذا؟ ماذا تعني؟ إنه مبروك. لقد فهمت. لا يهمنا من يكون، فالمهم علاج مرض الجدة، أرجوك. حسنا اتركوها لي فأنا سأتمكن من شفائها. هيا انهضي، هيا انهضي. كلا، ماذا فعلت أنا؟ لقد لبست ثوبا أحمر اللون. يا إلهي، لقد وضعت أحمر الشفاء. يا للخجل. عاد وعيها. غريب، لقد شفاها. شكرا جزيلا لك. لقد اختفى سيد نرنور. سيد نرنور، سيد نرنور. لا تختلف قصة هذا عن قصة العفريت. وأنا عندي نفس الشعور. ما الذي حدث؟ يبدو أنك لم تصدق كلام نرنور يا دكتور. حسن، فأنا لا أعني أنه يكذب، ولكني لا أستطيع فهم هذا. لقد كان عجيبا، لقد شفى زعبور فورا. أنا لا أصدق ذلك. هذا صحيح، لكن تلك هي الحقيقة، فانظروا إلى زعبور. فعلا انظروا إلي. نحن لا نصدق هذا الذي تقول. هذا صحيح، كلا إنه يقول الحقيقة، لكن هذا شيء خيالي. إنها الحقيقة فعلا، فقد شاهدته بعيني. النجدة سيد نرنور. شخص مسكين، أنا سأحميك من غضب العفريت. رائع وعجيب، فإنه فعلا رجل مبارك. هل تستطيعون أن تتركوا الأحداث كما هي عليه الآن؟
قال لا يجب أن لا نغضب عفريت الغابة. هذا صحيح. والآن أقول لكم شيئا، فأنا أعرف ما الذي يجب أن تفعلوه لتهدئة غضب العفريت. أنا سأنفذ ما تقول. ونحن أيضا. هيا أخبرنا ماذا نفعل يا نرنور. حزن يا سيد نرنور. سيد نرنور. من أنت؟ سنان. هذا صحيح. ماذا يفعلون هؤلاء؟ إنهم يبنون بيتا وإنه بيت للعفريت. عندما سينتهي سيهدأ غضب العفريت وستعيش الغابة في هدوء تام، ويجب أن نعمل لأجل هذا. هل بالإمكان أن تكون لي قوة خارقة مثلك أنت؟ سأسأل العفريت بذلك لتكن شخصا مهما في الغابة إذا ما وافق. أتعدني بذلك؟ ياهو سأصبح قويا. هاي دكتور نعمان، لقد وجدتها. فاقرأ هذا الموضوع هنا. هيا التنويم المغناطيسي. طيب هذا ما نريد. أبي لقد عقدت صداقة مع السيد نرنور ووعدني بأنه سيعمل على منح القوة. إنه رائع. لا تكن ساذجا وتصدق ما يقوله لكم. أبي سنان اسمع ما أقوله جيدا، إنه يخدعكم دائما. لكنه شفى زعبور والجدة يا أبي. كان ذلك بالتنويم المغناطيسي، وهو الفن الذي يمكن الفرد من تصرفات الآخرين. هذا صحيح يا سنان. التنويم المغناطيسي؟ كلا، فالسيد نرنور هو رجل مبارك. سنان هل تعني بذلك أنك تصدقه ولا تصدق أباك؟ أجل، إنه رجل طيب وليس خداعا. هيا يا بنان. هيا بنا. من الأفضل أن نخبر الناس بأنه كذاب. أجل، فالأفضل أن نسرع في بث الخبر، وإلا فإنه سيستعبد الناس. من ستصدق يا سنان، أباك أم نرنور؟ إنني قلق لدرجة لا أستطيع معها أن أقرر يا بنان. حسن، سأجد الحقيقة بنفسي. حسن. هل بإمكان عائلتي أن تعيش بسعادة وهدوء؟ هل يمكنني ألا أجن مرة ثانية؟ كذلك نحن. لا تقلقوا، من الآن فصاعدا ستكون الغابة آمنة. اسمحوا لي الآن لأهدي العفريت. نسأل العفريت أن لا يغضب. لقد تمت خطتي بنجاح، والآن سأقودهم وسأستعبدهم وأجعلهم خدما لي وأصبح ملكا على هذه الغابة. مخادع. مخادع. سنان اللعنة عليك. لقد كان أبي على حق يا نرنور، أنت منوم مغناطيسي إذن. هذا صحيح، فإنك ولد ذكي، والآن وبعد أن اكتشفت هذا سأقتلك. يا إلهي بنان. أقتل. بنان. بنان. توقف يا بنان. اسمعوني، إن نرنور خدعكم جميعا. لا تكن أحمق، فإنه القوة التي أتت لإنقاذي. اضربوه. كفى. لقد خدعنا جميعنا، ألا ترون ذلك؟ اتركني يا بنان. هل ترفض أوامري؟ أحمق خداع. اتركني يا بنان. أنتم جميعا حمقى، وأنا سأريكم عقاب من يرفض أوامري. كن حجرا. كن صخرة يا سنان. سنان استخدم هذه يا سنان. لقد
لقد فعلها. بلال أرسل يا سنان. لقد نوم زعبور وجد تميمي مغناطيسيا قبل ظهوره بيننا. فالتنويم المغناطيسي بحد ذاته ليس سيئا، ولكنه استخدمه في مؤامرته الشريرة. فأرجوكم أرجوكم ألا تستخدموه في الأغراض السيئة. أجل